ما وصلت حتى غفر لي الله ما لقيتش الهوستل نهائيا. عيد نقلب عاد سويت واحد خونا عاد وراني الهوستل بالصوت عارف زيد لها طالع في الدروج الرقم ديال البلاصه 104 تخيل معايا شحال من درجه درجه ايوا اخيرا 104 قبل ما نكملوا الرحله ديالنا خليكم مع سبونسور ديال هذا الفيديو اللي هو وان اكس بيت. وان اكس بيت هي واحد البلاتفورم اللي كتخليك تلعب على الفروق اللي كتبغيو غير من الدار ديالك وغير من التليفون ديالك. يعني الا كنت ديجا كتكوطي هذه البلاتفورم راها مزيانه لك. ولكن قبل عندي لك ثلاثه ديال الحوايج. اول حاجه خاص يكون لاج ديالك اكثر من 18 عام. ثاني حاجه ليان كيخدم غير في المغرب. ثالث حاجه ما تنساش تخدم كود برومو ديالي اللي هو الرجوله 48 اللي كيمكنك تربح 130 دولار. غتلقاو هادشي في صندوق الوصف وفي اول كومونتير. سو نكملوا الرحله ديالنا. مازال ما عرفتش انا الطريقه غادي نشدوها بلاصه عاد جديده. اليوم تبدلت من اللي كنت فيه ما تبدلش حيت ما عجبنيش لا تبدلش غير بغيت ندير تجربه جديده فهمتوا البلان. عاد داك الوسط اللي كنت فيه كان واعر بزاف ولكن نتوما عارفين حنا جينا باش نجربه دونك جيت جربت هذا الوسط هذا مازال ما عرفتش واش غيكون زين ولا لا. بعدا الدخله الاولى ما عجبنيش ولكن غادي نشوفوا مع مرور الايام واللعيبات. هي قرعه دايره بجوج ليرات ديك المره شحال قالوا لنا في الجزيره قالوا لنا 10 ليره. شوفوا الصدفه جيت سكنت حدا تقسيم الصاد خرجت من الهوستل ملي جيت مشيت غير شويه خرجت في هذه الساعه هذه ملي شفتها شنو قلت انا حدا تقسيم بحال هكا قسما بالله. دونك المترو كاين لهيها وشوف انت هذه دابا قداش تبارك الله ما شاء الله. دابا انت تقول هذه محطه غير ديال المترو. واش الدراري واش البنات تمنى تكونوا كاملين مزيانين تمنى نهاركم داز لكم على خير وبخير. انا عاد فايق عارف راسي باقي مدوخ شنو غنديروا دابا غادي نمشيو نقصوا شي حاجه يا غنفطروا يا غنقصوا شي حاجه المهم فيها القص باش نديروا شويه طاقه ونكملوا الرحله ديالنا حيت غير من النهار ديال اليوم غنمشيو لواحد البلاصه خليكم حتى تكتشفوها. مازال ما فطرت ما حتى شي حاجه وكاملين بكم عارفين بانه الا ما فطرت شنو كيوقع راسي كيبقى يوجعني والنهار ما كيدوزش مزيان نهائيا داكشي علاش خاصنا نقصوا. اخوان بانت لي هذه واخله غندخل نقصيو هنايا شي لعبه مازال ما عرفتش شنو ناكل ولكن المهم غادي ناخذ شي حاجه. هما اش داز؟ هذه دايره 15 ليره غادي ناخذ وحده من هذه وغادي ناخذ شي عصير ولا شي لعبه. اش بان لكم في هذا؟ اند ذيس هو ماتش اوكي جيف مي وان غادي نجلسوا هنايا الخوت. هذه اللعبه هذه دايره 15 ليره وهذا العصير هذا داير 15 ليره. المهم هذا هو الفطور ديالنا بسم الله. معمره بالشيكولا بلاتي غادي نحلوها كاع حنا غادي نحلوها ونشوفوا شنو فيها تا. واو عامره بالشيكولا عامره بالشيكولا. شوف ما تخافوش لقينا البلاصه ديال الطوبيس هنايا كاينين بزاف ديال الناس كيستناو الطوبيس وحتى حنا غادي نستناو الطوبيس باش نشوف الطوبيس شي حاجه اللي ما كنحملها الصراحه ما كنحملش الطوبيس كنكره الطوبيس ما كنحملوش كنكرهو. وها هو جا الطوبيس كنجي كنلقى الحراره الحمد لله بردو عندنا غير 6 ديال المحطات وغادي ننزلو ماشي كيف ديك المرة سافرت اصاحبي راه ما يمكنش ناري على بلان نسيت راسي غادي ننزلو الخوت نسيت راسي غادي نرجعو على طريقنا نسيت راسي سحب لي والله نسيت راسي. غير باش نفهمكم البلان شنو غيكون اليوم، اليوم غنمشيو لواحد من بين اخطر الاحياء اللي كاينين هنا في تركيا، صور فيه واحد المسلسل اللي تقريبا العالم العربي كامل كيعرفو، مسلسل اللي فغيمون هربان ديال بصح او ماي جاد ايه غنمشي لواحد من بين اخطر الاحياء اللي كاينين هنا في تركيا وغادي نكتشفوه ونشوفوا واش فغي اخطر الاحياء. واش عرفتوش من مسلسل تمثل في هذا الحي؟ اخوان بانت لي واحد القهوه شعبيه ديال بصح شو ما في خاطري لا نشرب حتى شي حاجه ولكن غادي ندخل غير باش نوريها لكم من الداخل وغادي نشربوا شي حاجه نشربوا الشاي علاش لا. الو السلام عليكم. شاي داير ثلاثه نهار شاي يا هذه قهوه شعبيه فهمتوا البلان كيبيعوا هنايا الشاي غادي نذوقوا هذا الشيء هذا كدار الصراحه ما كنشربوش بزاف عاد كنحاول نتولف عليه ما كيعجبنيش ما عرفتش علاش. احنا دابا بدينا في الدخله ديال الحي بدينا كنتعمقوا بني ماشي زين
فاهم زين البلان ما فيه هاد اتاي هذا خصك تولفو في الاول ما غاديش يجيك زين دابا غير انا من الضربه الاولى فاش جيت حتى لدابا جاني شويه ديال الاختلاف الاولى يجيك خايب ما غاديش يعجبك من بعد المهم مع تولف 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 صافي حتى يولي يعجبك يولي ما تولي مدمن عليه هما راه مدمنين عليها الصوت ما يمكنش اليوم غادي نشوفو وجه اخر لتركيا الصاد ما غاديش نشوفو داك الشيء ديال الحياه الرفاهيه واللعبات لا غادي ندخلو لواحد الحي الشعبي 100% الصاد غنشوفو بلانات جداد اللعبات اللي ما كنشوفوهمش ديما على تركيا غادي نشوفو اليوم ان شاء الله انا بديت كنتعمق في هاد الحومه هادي كاين شي عرس هنا واقيلا كنسمع موسيقى طاط هنايا احياء شعبيه قدام بزاف ها ما عندهم داك اللي كيقول انت شويه البي حديد نحاس خبزيبس عرفتوا اللي كيدز على الضوء واش كاين شي كدا واش كاين شي كدا واش كاين شي كدا الحديد الخبز النحاس هاد الديور قدام هنايا هاكا عندهم جمع هادشي هنا شوفوا معايا البناء هنا كيفاش داير قديم هاد العلامه هادي كنظن انكم عرفتوها ديالاش عرفتوش من مسلسل ولا لا واش عرفتوش من مسلسل حنا جينا اليوم البلاصه فين تمثل المسلسل اش من مسلسل كتكون دايز كيبقاو يلغاو لك بزاف ديال الناس كيبغيوك تشريو عليهم واحد القهوه اللي مثلو فيها معروفه بزاف هي هادي مثلو فيها هادي غير باش تدخل هكا خاصك تخلص شي بلان معروف الله شوف 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 شوفوا هنا احنا في عالم خط شوفوا معايا الضيور هنا هما دوك الممثلين اللي مثلوا في ذاك المسلسل كاملين كاينين هنا شفتوهم هاي العلامه ديالها هذا هو السميه ديال المسلسل هذه العلامه ديالو صراحه بالرجل باش نكونوا متفقين انا ما تفرجت في المسلسل غير صفتوا لي نتوما ميساجات بزاف في انستغرام كتقولوا لي سير سير لهاد البلاصه سير لهاد البلاصه داكشي علاش انا جيت لهاد البلاصه اما انا خطير المسلسل بالرجل ما نكتبش عليكم انا خطير المسلسل انتوما قلتوا لي صافي مشيت درت لي بحوثات ديالي وجينا لهاد الحومه هادي ما عارف عليها حتى شي حاجه طلعت لي بانها زعما من اخطر الاحياء واللعبات وطلعت لي بلي تمثل هنا مسلسل مسلسل فيه الفرادة وفيه الماس وفيه البلانات ولكن زعما شي حاجه من غير هكا ما عرفت حتى شي حاجه على مسلسل بنايات وهذا خويا لها بنادم داير عرس بس عرفوا حي شعبي بنادم داير عرس يعني هكا في الصيفه فهمتوا البلان خونا قال لي واش عربي قلت له نو حيت كيبغيو هنا ينصبوا عليه كيبغيو بزاف ديال البلانات فهمت خصك كاع تبين له زعما شكون انت ولا منين انت ولا تعطيه اصلا وقت ما تعطيهش وقت اصلا شوفوا الديور هنا صغار فجاه لقيت راسي في سوق الغزل الراجل حي قديم بزاف وكتكون غادي عارف شنو البلان كتكون غادي وكتلقى هكا بنادم يعني دوك المجموعات ديال كتقول غادي نفوت عليهم صافي مشيت غادي يدوا لي التليفون يدوا لي كاميرا يدوا لي كل شيء مسلسل شكور شكور ما عرفتش السميه ديالها شكور يعني يا هذيك شكور ها انت الصاد المدينه القديمه ندخلوا من هنا نخرجوا في شي كليكه يقول لك جبد التليفون جبد الكاميرا جبد الفلوس الله يلا داكشي ديال امريكا الحومات ديال تدخل عندي راه في يد الله اللي مكتبها الله هي اللي غاتكون ما انا ما غادي يخلعونا قال لك كنا نخافوا من الدجاج كاع ما نريشوه كنا نخافوا من الدجاج كاع ما نريشوه شي هي هاد جايين موجده باش يزربوا علينا هاد هو ما جايش حتى المعاود شوف باش تعرفوا باللي بحال باقين شويه روطر هادو شوفوا ناصرين الحوايج ديالهم ناصرين هكا في الزنقه مساكين شي طلعي هنايا ما يمكنش كاش القلب ديالك كيخرج شوفوا معايا هاد الدار هاد بالخشب وقديمه بزاف بقى نهضر معاهم بالانجلي هنا ما نهضرش معاهم بالعربيه حيت كيعرفك عربي شو الا قلت له عربي يا ما كيحملكش ياك هادي واحد يا غادي ينصب عليك ولا يزرب عليك علاش حيت دابا هنايا شنو البلان ديالك دوك السوريين كيجيو هما اللي وسخوا البلان كامل هنايا كيجيو شنو كيديروا يا كيشفروا يا كيبقاو يطلبوا المهم مخنزينها على العربي يعني دابا تواركا كيسمعك عربي شنو كيتخيل هو في عقله سوري طاغي كتقول له سوري عربي سوري ما كاينش انت من المغرب ولا انت من هاد البلاصه ولا سوري ما خصكش كاع تقول له بلي انا عربي بصح كتقول له اجنبي كيبقى لك الكلمه القليل ما كيقدرش يهضر معاك ولا شي بلان ولا يقول لك هادي ولا هادي هما دابا هما دير نظره خايبه على العرب دابا هي اللوجيك مو زعما صراحه انا الله ما لاحظت كتلقى تركي تركي ولا تركيه ولا سواء صغير سواء كبير سواء عندها ولد ولا شي لعبه ما كيمشيش يطلب ولا كيمشي يشفر شنو كيمشي يتعلم واحد الموهبه واحد الفن هذاك فن دابا انا بالنسبه لي كيمشي يتعلم لواحد الفن وكيجي يخرج يدير فن الشوارع يا كيضرب الجيتار يا كيغني يا كيضرب البيانو كلها شنو كيدير وكيدبروا على راسهم كيدبروا مصروف ديال بصح وكتلقى واحد كيجي كيطلب جاي من بلاصه واحده اخرى باش يجي لهاد الدوله هادي اللي فيها ما يدار ويجي باش يطلب ولا باش يشفر ولا وهما كيضيعوها على بزاف ديال الناس هاد الهضره ماشي انا كنقولها لا قالوها لي ناس تركيين هنايا هما قالوا لي هاد البلان هاد داكشي علاش ملي كتقول له عربي صافي هادشي علاش كتبقى تقول كيبقى اي واحد كيجي هنا كيقول لك
العنصريه عندهم العنصريه. علاش كيسمعك عربي يخدم معك العنصريه اصلا؟ انت دار مزوره خاي العزيز، شنو بان لكم تدخلوها؟ سير على الله، حياه واحده يا بسم الله وتوكلت على الله. بسم الله، شوفوا دار مهجوره مريقلينها منقيينها. شوف 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 يا بسم الله، هادي خصني نجي لها بالليل، هادي ما يصلح لها النهار، هادي خاصها الليل، هادي ديال الليل. ها نعم اسيدي، كوزينه هادي باينه هنايا، شنو فهمت؟ هنا الطواليت، هنا حفره طيح تما مشيت. هنايا باقي كنشرح حوايج هكا في البالكون بلانات. شوف هنا كتدخل الحانوت، الحانوت ديال الشراب واللعيبات، بحال راك داخل لشي لو نو نو جاست ريكوردي ماي سيلف. How much? 3 باي باي. شوفوا الشراب الله عامر شراب زاهي شراب. كتدخل الحانوت هنايا علاك داخل تشري الماء، بعدا بغى يزرب عليا قال لي نو كاميرا نو. قلت له نو ام جاست ريكوردين ماي سيلف يا قسنا نطفي الكاميرا. نو كاميرا واي، نو كاميرا واي، واي نو كاميرا، ار يو كريزي مان. وصلت لهاد المحل هذا كيبيع بزاف ديال الخضر وبزاف ديال الفواكه، ولكن انا اشيراني غير دلاح الصاد. تخيلوا معايا من العام اللي فات ما قصيتوش. والله لا في خاطري دلاح، عرفتوا كاين الحراره، لا دابا البروده الحمد لله. بصح الحراره نفسي محتاجه لشي مدينه فيها البحر. جبنا البطيخه وغادي ناكلوها ان شاء الله دابا الصاط البطيخ الاحمر. How are you? Operators in hospitals with the people there, they hypnotize them through to their admit to be operated level of easiness of heart. ناري على بلا نسيتكم. جيت القهوه الخوت ما لقيتوني كنمونطي، انا دخلت في الفيديو دابا كندير غير جامب كات الصاط، ديت هذا وني جالس مستغل الجلسه وباقي الضو. دازت شي ساعه ونص دابا ولو باقي الضو. عجبني هذا الشورت بزاف وغادي ناخذو. ديجا نيتي جيني مع واحد الكسوة المره الفايته كنت خديتها من واحد البلاصه، صراحه جاني عجبني، حبيت بالرجوله. كي جاك ناضي